الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جزاكم الله خيرا. أنا أشكر الإخوة المنظمين وأشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على دعوتي لهذا الملتقى، أولا لألتقي بشيخي وأستاذي وأحد أصحاب الفضل علي وهو الدكتور راتب النابلسي. هذه أول مرة أقابله يعني وجها لوجه في حياتي، وحقيقة أنا من أسباب قبولي أصلا للدعوة هنا أني أقابل الشيخ راتب، طبعا أني أقابل حضراتكم أيضا، لكن أنا ملتزم ببرنامج في لندن كل يوم سبت، فكان هيكون من الصعب شوية، لكن علمي بأن الدكتور راتب في هذا الملتقى فأصررت أني أجي وأقول الكلمة بتاعتي في أول يوم وأغادر مباشرة حتى أستطيع اللحاق بالدرس بتاعي غدا في لندن. الحاجة الثانية، أنا سعيد بأني أكون بين حضراتكم، واسمحوا لي لو أتكلم باللغة العامية المصرية. أنا أصلا لو تكلمت باللغة العربية الفصحى مش هتعجبكم، لأن اللغة العربية الفصحى بتاعتي هتكون مصرية، فهتكون لكن العامية المصرية أنتوا واخدين عليها. أحب أقول لكم أعرفكم بنفسي، هم عرفوكم بالجزء المشرق مني، أنا الجزء اللي مش مشرق هو أن أنا من منطقة في مصر اسمها الصعيد، ونعم صعيدي، أنا صعيدي، نعم نعم، وأنا أفخر بذلك وأنا بقولها في كل مكان، نعم، وأنت عارف كويس ما بيعملوا نكت علينا ليه. وأحد أقاربي، وهذه ليست نكتة، ليست نكتة، أحد أقاربي في المنيا طبيب أنف وأذن وحنجرة، جاءه مريض فلاح يشكو من أذنه، فبالكشف عليه وجد عنده التهاب في الأذن الوسطى، في الأذن من الداخل عنده التهاب، فكان العلاج المطلوب له هو أنه يأخذ مضاد حيوي 500 ميلي جرام كل 6 ساعات، كبسول كل 6 ساعات. فالمريض عاد بعد يومين يشكو للطبيب ويقول له الألم ما زال كما هو. قال له مش مشكلة بس استمر على الدواء. قال له والله ما أستطيع أخذ أكثر من كده دواء. قال ليه بس كمل الدواء، أنت عملك المفروض أسبوع كامل وإن شاء الله الألم سيزول. قال والله ما أستطيع أخذ الدواء أكثر من كده. يا سيدي اسمع الكلام، ما اسمعش الكلام، طب تعالى نكشف عليك نشوف مالك. فبيكشف عليه وجد أنه يحشر كبسول في أذنه كل 6 ساعات. طيب هذه ليست نكتة، هذه أنا أقصدها لأن من يفهم المشكلة فيها سيفهم مشكلة الأمة. الرجل يأخذ الدواء ولكنه لا يغيره، لا يشفيه، لأنه يأخذه بطريقة غلط. هذه مشكلتنا مع القرآن. القرآن شفاء، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طيب ليه ما بيغيرناش؟ لماذا لا يشفينا؟ لماذا أمراض صدورنا ما زالت موجودة؟ بناخده غلط بس، هذا يكفي، هذا يكفي. تعالوا نشوف احنا نتعامل مع القرآن ازاي. اولا طبعا تعلموا ان القرآن شفاء لما في الصدور كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني يشفي الصدور من امراض الصدور، امراض القلوب، الغل والحسد والحقد والكسل والدعى والجبن، الخنوع، التذلل لغير الله، الكبر، الغرور. احنا مصابين بها ببعض، ما فيش حد فينا مصاب بجميع هذه الامراض، ده يبقى يعني صفيح الزباله، لكن معظمنا مصابين ببعض هذه الامراض، ومع ذلك نقرا القران وبعضنا يحفظ القران. يعني عندنا في بلدنا ناس تحفظ القران كاملا وملتحين لحى طويلة وكل شيء، وقبلوا الخيانة وقبلوا المذابح وقبلوا قتل الناس. القرآن لم يغيرهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتحدى أي إنسان يجيب لي
اسم كتاب واحد في العالم يقرأ بدون فهم غير القرآن. حد يقول لي اسم كتاب واحد يقرأ بدون فهم غير القرآن الكريم؟ لا يمكن، ما فيش. يعني تعرفوا برنامج من يريد المليون اسمه ولا ايه؟ من سيربح المليون؟ عارفين البرنامج ده؟ لو واحد فيكم طلع على هذا البرنامج وجاله هذا السؤال، ما هو الكتاب الذي يقرأ بدون فهم؟ إياك أنك تختار أنه يقص 50% من الأجوبة أو تتصل بصديق، حرام. ادخر هذه الوسائل المساعدة لأسئلة صعبة. الإجابة الصحيحة هي القرآن. هذا هو ما فعلناه في القرآن الكريم، جعلناه الكتاب الوحيد الذي يقرأ بدون فهم. نأتي يوم القيامة نقول لله سبحانه وتعالى: كنا نقرأ كتابك بدون فهم يا الله، كنا نقرأ كتابك بدون فهم. لماذا؟ هذا يعني احترام، ما قدر الله حق قدره. أنا أريد من كل واحد من حضراتكم يتخيل أنه عندما يذهب إلى مكان إقامته في الليل، أنه سيجد أسرة تنتظر عند الباب، فما يسألهم يجدهم أسرة من الأسرة التي قصف بيتها، يعني في ممكن في سوريا، الحمد لله النهاردة عندنا يعني بلاد كثيرة يعني نستطيع ندي بها أمثلة، لكن رجل وزوجته وأربع أطفال، ويقول: ليس لدينا مكان يؤوينا، ماذا ستفعل؟ هل ستضع في أيديهم 20 ليرة تركية أو 20 دولار وتقول لهم ربنا يحنن عليكم؟ أنا أعتقد أن الناس الشباب الإسلامي لن يتركهم، على الأقل سيقول: تفضلوا باتوا معنا الليلة، لا يمكن نترككم في العراء حتى نحل مشكلتكم في الصباح ونجد لكم مكان. صح؟ طيب، كلما زاد إيمان الإنسان كلما قل تمسكه بالدنيا. هل منا من إيمانه أقوى من ذلك فيستطيع أن يقول لهم: تفضلوا ستعيشوا معنا إلى أن تحل مشكلة بلدكم، أيا كان بقى، سوريا، اليمن، ليبيا، أيا كان؟ هل منا من يستطيع أن يفعل هذا؟ يقولون: تفضلوا ستعيشوا معنا إلى أن تحل مشكلتكم. طب هل منا من هو أكثر إيمانا من ذلك اللي هيقولهم: تفضلوا ستعيشوا معنا إلى الأبد، ما في أي مشكلة، حياكم الله. أنا متأكد بعضكم يقول: إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ هو في أصلا حد كده؟ الحقيقة هو في شعب بالكامل كان كده، شعب اسمه شعب المهاجرين خرج من بلده، وشعب آخر استقبله اسمه شعب الأنصار، واستقبلوهم في بيوتهم بنية أن يعيشوا معهم إلى الأبد. والدليل إن بعد 5 سنوات بعد بني النضير وظهور المال بقى لأول مرة في المجتمع المسلم، المهاجرين أرادوا أن يخرجوا وكل واحد يتخذ بيتا بقى، ونسيب بقى الأنصار الطيبين الضيوف الكرماء يعيشوا أخيرا في بيوتهم براحتهم شوية. ماذا كان رد فعل الأنصار؟ بكوا، قال: لماذا تريدوا أن تتركونا؟ هل قصرنا معكم في شيء؟ والمهاجرين طبعا يقول: والله ما قصرتم، ولكن خلاص كفاية، احنا قعدنا على قلبكم 5 سنوات. الأنصار يقول: لابد أن احنا عملنا معكم شيء، قصرنا معكم في شيء، لماذا تريدوا أن تتركونا؟ الأنصار حتى هذه اللحظة ما كانوا يعرفوا النبي أصلا، يعني عندما أتى في الهجرة مع أبي بكر كانوا يسألوا بعض: من منهما محمدا؟ ما عرفوش. طب لماذا إيمانهم أعلى مننا كده؟ ربما الجو الروحاني للمدينة، اللي منكم راح المدينة المنورة يعلم الجو الروحاني هناك، والمسجد النبوي والتراويح والتهجد في رمضان، عمرة رمضان، الناس بيروحوا عمرة رمضان ونفطر مع بعض تمر والحاجات الحلوة دي. طبعا الكلام ده ما كانش موجود خالص حتى هذه اللحظة، ما كانش اسمها المدينة أصلا، كان اسمها يثرب. هل يقبل أحد أن يقال أن صحابي جليل يستيقظ في الصباح مع زوجته الصحابية الجليلة في نهار رمضان فيشرب الخمر؟ هل يقبل هذا أحد؟ هذا كان يحدث حتى هذا الوقت. الصوم فرض في السنة 2 بعد الهجرة،
وتحريم الخمر في السنة السادسة ويقال في السنة الرابعة بعد الهجرة. إذن حتى هذا الوقت لكن في محرمات ولكن في عبادات لسه ولكن اسمها المدينة ولكن شافوا النبي ولا السنة النبوية كانوا حضروها. الأنصار، أتكلم عن الأنصار، وإيمانهم كان أقوى من إيماننا آلاف المرات. سبحان الله، الأمر يتحق أن نتدبر الأمر هذا. ما الذي كان لدى الأنصار وليس لدينا وجعل إيمانهم أقوى من إيماننا بهذه الطريقة؟ شيء واحد، القرآن. بس احنا عندنا القرآن، احنا عندنا كلمات القرآن. هم كان لديهم في قلوبهم حقيقة القرآن. لماذا؟ لأن الطريقة التي كانوا يتعاملون معها مع القرآن بها تختلف عن طريقتنا في التعامل مع القرآن. آخر مرة قلت الكلمة دي في مصر قبل الانقلاب كان في جامعة الأزهر، فسألت الايه الشباب طلبة الأزهر، من منكم يحفظ سورة البقرة؟ طبعا الكل، أسألكم الآن، من منكم يحفظ سورة البقرة؟ ورونا ايدكم، ما فيش فيها رياء. تمام، الحمد لله كثير منكم يحفظ. في وقت قد ايه اخذت منكم تقريبا حفظتها؟ شهر ونصف، شهر، 4 أسابيع، 6 أسابيع، أسبوعين، أسبوع، شهر. في حد حفظها في أقل من، في حفظها في أسبوع؟ أسبوع. حد حفظها في أقل من أسبوع؟ أدي كم يوم؟ 3 أيام. أقول لكم شيء، ليت عبد الله بن عمر كان حيا حتى يقابلكم وتعرفوه كيف يحفظ القرآن. فقد حفظ القرآن في 8 سنوات. أنا لا أتكلم عن أي صحابي، أتكلم عن أحد العبادلة الأربعة من أعظم الصحابة في علوم القرآن. 8 سنوات. لماذا؟ تعالوا نفهم لماذا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنا نتعلم مع رسول الله 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها. يعني ايه 10 آيات وستوب، اقف، ممنوع تكمل اكتر من كده. طب انا عايز اكمل ازاي؟ كمل الحديث، حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني التلاوة والفهم والتفسير والتطبيق. فالصحابة دول تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، كان نظامهم كده: اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. احنا نظمنا احفظ 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 احفظ. نظامنا في تعاملنا مع القرآن افضل من نظام الصحابة في شيء واحد فقط، يحفظنا بسرعة بس، لكن لا يغيرنا. نظام الصحابة يغيرهم. الصحابة قبل أن يكونوا صحابة ما كانوش مسلمين نص نص كده زينا، كانوا كفار، ومش أي كفار. يعني أنت لما تشوف كده أبو ذر الغفاري كان قاطع طريق، لما تشوف كده هذا الرجل صار فيما بعد إنسان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أظلت الغبراء اللي هي السماء وأقلت الخضراء اللي هي الأرض، ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء من هو أصدق لهجة من أبي ذر. هذا كان قطع طريق. ما الذي غيره كده؟ القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب ده ما كانش قبل الإسلام كافر عادي، هذا صاحب الفكرة، فكرة أن كل عائلة وأسرة من أسر قريش تعذب أولادها المسلمين بنفسها حتى لا تتقاتل العائلات. شوف الفكرة عامل ازاي. وهو الذي بادر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف وذهب ليقتله صلى الله عليه وسلم، ثم حدث ما حدث وذهب إلى أخته وضربها وضرب زوجها وسمع، قرأ آيات طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. خذوني إلى رسول الله. ما كانش بيقرأ زينا، احنا بنقرأ بقى احنا عشان نحفظ. طه ما أنزل عليك القرآن نشقا إلا تذكرة لأولي الألباب، عشان نحفظ. وأهالينا لما اتولدنا، الناس الصالحين من أهالينا، لكن الولد ده أنا عايزه يطلع حافظ للقرآن، منتهى أملهم نحفظ القرآن. محدش قال عايز الولد يطلع فاهم القرآن، مطبق القرآن. وهذه هي الكارثة. زيك في أسرة اسمها أسرة الطموح منكم، مظبوط؟ الطموح الحقيقي، أرجوك لا تطمح في القليل، لا تطمح في القليل، لا تطمح أن ابنك يطلع حافظ القرآن، هذا قليل جدا، هذا قليل. اطمح في أن يطلع متدبر للقرآن، مطبق للقرآن، عايش بالقرآن. طيب أنا عايز أقول لكم أن الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكون إلى الله، والقرآن يقول لنا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قالش هجروا القرآن، استغفر الله احنا هجرناه، احنا نقرأه ونحفظه وبنعمل مسابقات في الحفظ وفخورين جدا ان فلان لما تقول له الكلمة الفلانية يقول لك في الصفحة 83 على الناحية اليمين، وفخورين جدا بالكلام ده. والمزمار الذهبي واجمل صوت ده، وصل الامر ان القرآن عند بعضنا ما بقاش اسمه قرآن، بقى اسمه ايه؟ مشاري. تركب السيارة معاه تسمع ايه؟ اسمع مشاري. طب ما تسمع العجمي؟ طب ماشي شغل العجمي. تسمع ايه للعجمي؟ لا مش مشكلة اي حاجة، المهم العجمي. انا بتكلم كلام وهم، انا بألف ولا هذه هي الحقيقة؟ نحن في كارثة، نحن في كارثة. اهم كتاب في العالم هو كتابنا، جعلناه يقرأ بدون فهم، ولما اهتممنا به اهتممنا بالحفظ. طبعا الحفظ شيء مهم، ايوه نعم. وربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وطلب مننا ايه بقى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لام السببية ليتدبروا آياته. دكتور عبد الكريم بكار بيقول طلب الله منا التدبر وتعهد لنا بالحفظ، فأخذنا على عاتقنا أن نحفظ وتركنا التدبر. أنا لا أقلل أبداً أبداً من أهمية الحفظ، بالعكس بالعكس الحفظ مهم جداً، بس الإنسان بيحفظ أي شيء ليه؟ عشان يطبقه. يعني واحد يقول لي إزاي أذهب من هنا إلى إسطنبول؟ أقول له أول ما تطلع تعمل الشمال وبعد كده تاني يمين طوالي، وفي الميدان بتعمل شمال توصل للسفينة تركبها إلى إسطنبول. حفظت؟ حفظت. أقول له سمع، يقول لي بطلع أعمل شمال تاني يمين في الميدان بعمل شمال بركب السفينة إلى إسطنبول. برافو عليك حفظت. طبق بقى، روح بيحفظ عشان يطبق. طب لا بقى إحنا مش ناويين نطبق، بنحفظ ليه؟ عشان يبقى القرآن شاهد علينا؟ أنا أبدا، أنا مش بقول الناس بتحفظش، أنا بقول إن إحنا لو نمشي زي الصحابة ويبقى الحفظ نتيجة طبيعية للتدبر يبقى أفضل بكتير. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن عشان نتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طب تعالوا نشوف كيف التدبر. كلمة التدبر، وأنا طبعا أشعر بالخجل إني أتكلم أصلا بين يدي أستاذي، لكن أنا طلبت منه أن يحضر مع أنه تعبان ومتعب وجاي من السفر الآن حتى يقومني ويصححني، وسأترك آخر المحاضرة له حتى يعلق ويصحح لكم أخطائي. ومستقفل حضرتك على فكرة مش نينا. التدبر جاي من كلمة الدبر، ودبر الشيء ما يأتي بعد الشيء، عشان كده ايه ظهر الانسان اسمه تدبر دبر، يعني بعد ما بيعدي كده بيجي بقى الدبر وراه. فالتدبر ما ياتي بعد القراءه والفهم. قرات فهمت تدبر بقى. يعني من تجربتي وما تعلمته من المشايخ وعلى راسهم دكتور مجدي الهلالي، وهو افضل انسان حقيقه يعني شفته في مجال التربيه الايمانيه،
لك التدبر أن تضع نفسك داخل الآية، كل آية تبحث فيها عن الرسائل المحملة، كل آية محملة بكم هائل من الرسائل لقلبك، ابحث عنها. قرأت افهم تدبر بقى. مثلا يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الفهم بيقول لك والتفسير يقول لك ربنا بيقول لو نزلنا هذا القرآن على جبل هيهده. التدبر بقى، حط نفسك في الآية، انت ما بتتأثرش ليه؟ ده بيهد الجبل، لماذا انت لا تتأثر؟ اذا انت طريق تعاملك مع القرآن خطأ. لو أنزلنا هذا، اسم إشارة للقريب، هذا القرآن اللي في شنطتك، اللي في جيبك، اللي في السيارة بتاعتك، اللي على مكتبك، اللي جنب السرير، يهد جبال وإنت لا تتأثر. حط نفسك داخل كل آية وابحث عن الرسائل المخبوءة. هناك طبعا التدبر يختلف عن التفسير، التفسير مقيد بأصول التفسير وهذا واجب ولازم، لأن طبعا سيترتب عليه بعد كده بقى أفعال وأحكام وحلال وحرام. التدبر لا يخرج منه، دي حاجة أساسية، لا تطلع منه حلال ولا حرام ولا أحكام، وإلا هتعك الدنيا دي ليها ناسها. أنت تقرأ وتدع القرآن يتعامل مع مشاعرك. أقول لكم على حاجة، من حوالي سنة وأربع شهور كده، في واحد بنكرهه كلنا طلع يوم ما تولى الخطاب، وطلع كده وجهه مكفهر كده، وكان حاجة غريبة شوية. تاني يوم كنت بصلي الفجر في لندن، فالإمام غاب، فالناس دفعوني أصلي بيهم، فأنا بقرأ بآية دائما في الصلاة، يعني متعود أقرأها دائما، وهي قل اللهم مالك الملك. يومها سبحان الله القرآن تعامل مع مشاعري، وجاءني تدبر لم يأتيني من قبل، أحب أقوله برضو قدام الشيخ عشان يقول رأيه فيه. الآية تقول قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صح؟ أربعة من تشاء. القرآن من صفاته الإيجاز، بأقل عدد من الكلمات يعطيك أكبر عدد من المعاني. فتعجبت يومها، طب لماذا ما كانش هناك صياغة أخرى تختصر الآية وتأتي بنفس المعنى؟ اسمع كده مني، لو كانت الآية جاءت بهذه الطريقة، وهي لم تأتي كده، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك وتعز من تشاء وتنزع الملك وتذل من تشاء، كنا اختصرنا اثنين من تشاء. لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزلها هكذا، الله سبحانه وتعالى فصل عن قصد اتيان الملك ونزعه عن العز والذل، فقال قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اقفل الموضوع ده، افتح موضوع جديد، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن ممكن إنسان يؤتى الملك ويذل، وممكن إنسان ينزع منه الملك ويعز. صح؟ التدبر يتعامل مع مشاعر الإنسان، وكل آية تتفجر بالمعاني. مثلا كنا عملنا سلسلة عشر أسابيع في سورة النور في مسجد شرق لندن، والله كنا نتدبر باللغة الإنجليزية. اللي معاه مصحف خاصة في الموبايل أو كده يفتح المصحف بتاعه، هقول لكم على بعض الآيات وتعالوا نتدبرها كده عشان نشوف بس التدبر ممكن يتم إيه إزاي. تعالوا نجيب الآية الكريمة اللي هي في سورة النور، افتح سورة النور اللي هي بتسمح بدخول الأماكن العامة بدون استئذان. أنا مش لاقيها، يا آية نمرة كام؟ لا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. آية رقم كام؟ لا 30 إيه؟ حاجة 20 27 29 تمام. لا يا راجل أنت، أنا ده مش في النور أصلا. أوكي
افتح سورة النور الآية قلتوا كم 29؟ تمام. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. كمل بقى. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. من وسائل التدبر أن تنظر في كل آية عن آخر الآية، بعض الناس تسميه ذيل الآية، علاقته بجسم الآية. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة لإنهاء الآية؟ الآية في كل التفسير تقول لك إن مسموح ليك أن تدخل الأماكن العامة بدون استئذان، داخل صيدلية، داخل سوبر ماركت، داخل مطعم، تستأذن إزاي؟ أدخل. لكن التدبر يقول لك لماذا اختار الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لإنهاء هذه الآية بالذات؟ عشان تفهم دي عليك أن يكون عندك قدرة على التخيل، اللي بيسميه صاحب الظلال التصور، التصوير الفني في القرآن، من أجمل الكتب اللي تساعد الإنسان على التدبر، إنه بيعودك على التصور، تتخيل. تخيل معي أخي الحبيب رجل يقف على باب سوبر ماركت ويأبى أن يدخل إلا عندما يأتي مدير السوبر ماركت ويأذن له بالدخول، ثم يذهب إلى باب الأجزخانة ويرفض أن يدخل إلا إذا أتى مدير الأجزخانة وأذن له بالدخول. هذا الرجل بيفعل إيه؟ يتصنع التقوى. فتأتي الآية التي تبيح لك أن تدخل الأماكن العامة بدون استئذان، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، تحذرك من تصنع التقوى، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا اسمه التدبر، غير متقيد بأصول التفسير، لكن غير مبني عليه حلال وحرام وأحكام، هو يتعامل مع القلب وفي أمراض القلب. فالآية تبيح لك من ناحية الفقهية دخول الأماكن العامة بدون استئذان، ومن ناحية القلبية تحذرك من تصنع التقوى. ونحن محاطين بكثير من التقوى المصطنعة، كثير من التقوى مصطنعة. تحذركم الآية من التقوى المصطنعة. أكبر أنواع العجب هو التقوى المصطنعة، هذا عجب. الآية اللي قبلها الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم، ركز معايا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لماذا أنهى الله بالله بما تعملون عليم؟ لازم تتخيل، تتصور، تصور كده نفسك رحت تزور ناس. وسيم موجود؟ لا الحقيقة هو مش هيقدر يقابلك دلوقتي، احنا أسفين جدا، ويقفل الباب في وشك. ممكن ترجع لو سمحت؟ ارجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. انت لو انسان فاهم كويس وعارف فاهم الايه دي بتحذرك من ايه، ستفهم ان هذا ازكى لك وتمشي. لكن لو انت مش كده تتفكر طب هو في ايه جوه، مين عندهم مش عايزيني اعرف، تقوم نازل وقاعد في السياره بتاعتك وجايب سندوتشات وكوكاكولا وقاعد مستني لغايه بالليل شوف مين اللي هينزل من عندهم. ربنا يقول ايه والله بما تعملون عليم، او على الاقل يعني ممكن تسبهم، ولاد الكذا دول ما دخلونيش ليه ومفكريني اعمل ايه. ربنا يحذرك هو ازكى لكم، امشي خلاص والله بما تعملون عليم. فهذا نوع من انواع التدبر، هو ان تنظر في الايه الى اخر الايه وتتدبر لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الايه هكذا. طيب عندك مثلا نظام اخر، طبعا قالوا ان هذه دوره او ورشه عمل، فاحب ان يعني نتدبر كده مع بعض. آية في سورة النور عجيبة جدا، الآية 61، افتح الآية 61. الآية دي كثير من المسلمين الجدد في أوروبا، الناس اللي بتشغل مخها، سألتني فيها ليه ربنا بيقول لنا هذا الكلام. هذا الكلام طبيعي جدا وتلقائي ومش محتاج ان ربنا ينزله لي في كتاب من فوق 7 سماوات. اسمع، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم
أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هل أنا محتاج آية من فوق سبع سماوات تقول لي كل في بيت خالك وكل في بيت خالتك وكل في بيت عمك؟ على فكرة هذه الآية من الآيات اللي استخدمها الملحد المصري سيد القمني في الاستهزاء بالقرآن. طب الآية معناها إيه؟ طب الآية جاية ليه؟ هنا عشان أتدبر أحاول أربط الآية بالمقطع اللي هي جاية فيه. ارجع ثلاث آيات لورا شوف الآيات بتقولك إيه وانت تفهم. الآية 58: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهن جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آية تقول لنا إن الناس اللي بتشتغل في البيت والأطفال الصغيرين اللي لما بيقول حلم لازم يستأذنوا في أوقات معينة لما الناس بتضع ملابسها وتنام إيه في غرفها تستريح. الآية اللي بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والكبار كمان لازم يستأذنوا على طول، مش في ثلاث أوقات بس، دايما يستأذنوا. الآية اللي بعدها: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الثلاث آيات بتتكلم عن الحياء، بس الخوف إن الناس مع الكلام ده كله عن الحياء تتطرف قوي في الحياء فتبدأ تنعزل عن المجتمع ولا تقبل حتى الدعوات إنها تروح وتقبل العزائم وتأكل في بيوت. تيجي الآية تقولك ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم وبيوت إخوانكم وبيوت صديقكم أو بيوت عماتكم وأعمائكم، وتقولك لا ما تنعزلش. فتيجي آية تضعك على الوسطية تقولك الحياء ما تخليهوش تنعزل، ويقولك أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالحياء ليس معناه أنك تنعزل. فالآية بالمقطع تفهمك هذا وسيلة أفضل من الوسائل. عندك وسيلة أخرى وهي ربط أول آية في السورة بآخر آية في السورة. أول آية في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني ربنا بيقول لي السورة دي أنا منزل لك فيها آيات بينات، والسورة مليانة أحكام كمان عشان تفتكر. أفتكر إيه؟ هي الآيات دي نزلت قبل كده عشان أفتكر؟ أفتكر مش فاهم أفتكر إزاي؟ أنا قعدت أركز مش فاهم أفتكر يعني إيه أفتكر؟ أتذكر إزاي؟ أتذكر إمتى؟ بص آخر آية في السورة كلها: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. لعلك تتذكر تيجي يوم القيامة تنبأ بهذا الكلام. أنت فاكر؟ متذكر؟ نزل لك هذا الكلام ونزل لك هذا القرآن. أنا اللي بقوله الآتي: التدبر هنا سيأتي يتعامل مع قلبك ومع مشاعرك. آية قد تحركك، قد تبكيك، قد تضحكك، قد تنزل عليك السكينة. إذا حصل هذا معناه أن القرآن بدأ يتعامل مع مشاعرك وبدأ يشحن قلبك بالإيمان. لا تدع الآية، افضل اقرأها واقرأها مع اللي قبلها واقرأها مع اللي بعدها، وافضل في الآية دي ما وراش حاجة خالص. ومن ضمن المشاكل اللي تمنعنا عن التدبر هي الرغبة في إنجاز أكبر عدد من الآيات. ما هو الحرف بعشرة وعايزين نقرأ أكبر عدد من الحروف ونضرب في عشرة ونعبى نحسب على الحروف وبالكالكوليتر وكأننا نتعامل مع بنك هيبعت لنا الستيتمنت بتاعة الحسنات كل شهر. ليس هذه هي الطريقة أبدا. ما أنا لما أقرأ الآية هي ما أنا برضو بأثاب على كل حرف تاني، إيه مشكلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة في آية واحدة. ليه؟ كانت تحركه
كان يقرأها ويبكي، إذن المشاعر كانت تتحرك، إذن الإيمان يزيد. ما هو القلب هو وعاء المشاعر، لما تبدأ المشاعر تتحرك إذن هناك حركة زيادة إيمان. ما تتركش الآية، إن هذه الآية هي هتيجي تقرأها غدا لن تحركك، خلاص آية أخرى ممكن تحركك. فإذا حصل ولقطت معاك الآية وبدأت تحركك وتشحنك إيمانيا لا تتركها. ما احناش مستعجلين خالص، مش مستعجلين. واحد يقول لا بس احنا عايزين نختم في شهر، ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده لسيدنا عبد الله بن عمرو لما قال له في كم أختم يا رسول الله، قال في 40. وفضل سيدنا عبد الله بن عمرو يجادل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل معاه ل30 لأسبوع لثلاث أيام، وأراد قال له لا في أقل من ذلك، في أقل من ثلاث لن تفقهه. أي بس ده مين؟ ده سيدنا عبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة اللي زوجته اشتكت منه ان طول النهار قاعد على العبادة وعلى القرآن واهمل اهله واهمل زواره. بنتكلم على واحد كان بيقعد 15-16 ساعة على الاقل في اليوم على القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم امره يقرأ جزء الا ربع في كل الوقت ده. يبقى الآية بتاخد حقها ازاي؟ انا لما بقرأ نص ساعة او ساعة في اليوم مش هينفع اقرأ جزء في ساعة، يبقى انا كده بهزر اكيد. يعني هارجع أقرأ تاني بالطريقة التي لا تشحنني ولا تشحن قلبي بالإيمان. الآية يجب أن تأخذ حقها في التأمل والتدبر ومحاولة فك الشفرة وفك شفرة الرسائل المرسلة إلى قلبي في كل آية. في مغني أجنبي اسمه دريك. دريك هذا من حوالي 4 سنوات عمل هاشتاج على التويتر. حد عارف اسمه إيه؟ مش عيب والله يقول، يعني محدش هيعمل، محدش هيشنوك. يولو. حد سمع عن الهاشتاج ده؟ يولو، يو اونلي ليف وانس، ستعيش مره واحده. فهم نشروه في الغرب، يو اونلي ليف وانس، ستعيش مره واحده. يبقى نشرب، يبقى نرقص، يبقى ناخد مخدرات، يبقى ليه؟ هم يريدوا ان يعيشوا حياه سعيده، لا احد يريد الاكتئاب. فالمشكلة في الأشياء دي أنها لا تأتي بالسعادة، هو السعادة مؤقتة وقت فعل المعصية، ثم فورا بعد توقف الفعل يعود الاكتئاب مضروب في 100. فيولو يشربوا، يولو يرقصوا، يولو ياخدوا مخدرات، يولو اللي بعدها يرمي نفسه من الشباك. طب ليه انت مش مبسوط؟ لا مش مبسوط، برضو الاكتئاب عمال يزيد. احنا عندنا بقى يولو إسلامية، يو اونلي ليف وانس. إذن احنا عندنا بقى يولو إسلامية اللي هي ايه؟ ستعيش مرة واحدة، عيش حياة طيبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الحياة اللي هي السعادة، الحياة انك تعيش حياة طيبة. طب انا اريد ان اعيش سعيدا، لا احد يريد الاكتئاب. طب اريد ان اعيش سعيدا، اعيش سعيدا ازاي؟ طب ايه رأيك تدخل الجنة وانت على الارض لسه؟ فين؟ تدبر القرآن. أقسم بالله إن من يتدبر القرآن ويعيش مع القرآن سيشعر أنه في الجنة. أنت عارف كل ما تلاقي رسالة ترسل إلى قلبك تشعر أنك طاير، أنت لا الدنيا لا تسعك، أنت متصل بالآخرة. المشكلة أن الكتاب بين أيدينا وموجود عندنا على الموبايلات بتاعتنا، لكن نقرأه بطريقة سريعة. ليه؟ عشان مراجعة الحفظ. الأول بنقرأ سريعا عشان نحفظ، وبعد كده بنقرأ سريعا عشان نراجع الحفظ، وفنفضل نقرأ سريعا طول عمرنا إلى أن نموت. مش معقول إن الكتاب ده نقرأه بهذه الطريقة. جزاكم الله خيرا. أنا سأتوقف عند هذه المرحلة عند درجة عشان نضع الفرصة للدكتور راتب إنه يصحح أو يعلق على كلامي، وأرجوك أن تقسو علي. أنا أريد أنا أبحث عن حضرتك وأبحث عن العلماء عشان يعلموني. والله تقصوا علي أمام الناس، ولو عندك أي ملحوظة لا تقولها لي على جنب الآن أمام عشان نتناقش عشان نستفيد من حضرتك، وأيضا عشان أفتح الفرصة للناس تسأل الأسئلة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسأنقل الإيه. أنا لا أصدق أن واحدا منكم يتوقع أن أوجه شيء سلبي لدكتورنا، ولا واحد.
لا يا شيخ كلهم متوافقوا عارفين. طول بالك. أنا عم أطول. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه في تجويد وفي قلقلة وفي مدود وفي إدغام وفي إظهار وفي إقلاب. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. بالتعبير المعاصر إلك مع الله تجربة. يعني واحد أحياناً بيقرأ آية بيبكي ساعة. هالآية لمست موضوع ساخن عنده، يعني بزمانه دفع مبلغ ضخم لأيتام وحرم نفسه أشياء كثيرة. لما بيجي إطعام الأيتام بيبكي. الإنسان متى يتأثر؟ يعني أنا بذكر مرة كاتب لبناني عمل قصة العاقر. أنا أتوقع لو قرأت هذه القصة امرأة عاقر لبكت 100 مرة، لأنه حط إيده على آلامه. واللي عنده 12 ولد هالكينة ما بينزل من عينه ولا دمعة. فهو القرآن بده معاناة. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعاني. هذا كتابنا. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أخواتنا الكرام الشباب، في حقيقة دقيقة. أولاً، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والمطلق في القرآن على إطلاقه إلى التي هي أقوى نفسياً وروحياً وفكرياً وعلمياً واجتماعياً ونفسياً. وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. والآن ما لم يرى المسلمون، ما لم يرى الناس في أي بلد إسلاماً يمشي أمامهم إنسان. قال له سيدنا جعفر لما خاطب النجاشي، قال له قل لي عن الإسلام قولاً. قال له أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً دقيق نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام. هي اسمها عبادة تعاملية، وما لم تصح العبادة التعاملية، العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إطلاقاً ولا جدوى منها إطلاقاً. لذلك إخواننا الكرام، النقطة الدقيقة أن النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب، وبعثته خاتمة البعثات. والأنبياء السابقون شهد الله لهم أنهم أنبياؤه بخرق لنواميس الكون. سيدنا موسى ضرب البحر فإذا هو طريق يبس، سيدنا عيسى أحيا الميت. طيب هذا النبي خاتم الأنبياء، بعثته خاتمة البعثات، كتابه خاتم الكتب. المعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، تتألق وتنطفئ، تصبح خبر، يصدق يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ما بتصلح معجزة حسية لنبينا خاتم الأنبياء. فجعل الله المعجزة له كتاب الله. يعني مثلاً أول رحلة للقمر أبولو 8، تسمعوا فيها من 20 سنة، أول رحلة لما وصلت إلى القمر. هذه الرحلة بعد انطلاقها بساعات صاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً.
ما الذي حدث؟ حدث أنه تجاوز طبقة الهواء فألغي انتثار الضوء. نحن هون لو في نوافذ وما في أشعة الشمس، في ضوء، ضوء الشمس جاي من انتثار الضوء. تعرفوا معنى الانتثار؟ يعني الشمس تسلط على ذرات هواء، هذه ذرات تعكسه على ذرات أخرى، فلما تجاوز الرواد طبقة الهواء ما بقى في انتثار، ما بقى في انتثار ضوء. قال لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. تمام، هي واقعة بأول رحلة فضاء أبولو 8. افتح القرآن، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا يؤكد بالمية مليار أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. بعد اكتشاف أشعة الليزر تقاس بها المسافات بدقة بالغة، يعني بيكون مع المهندس جهاز ليزر بيكبس بيقولك 13 متر و83 سنتي، تنطلق أشعة وتعود. لما قاسوا بعد القمر بأشعة الليزر تبين، عفواً، لما قاسوا أعمق نقطة بالأرض غور فلسطين بأشعة الليزر تبين أنها أعمق نقطة في الأرض. ومعركة الروم والفرس تمت في غور فلسطين، وقال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. في من هالنوع شيء 1300 آية. هذه الآيات تؤكد قطعاً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. شيء دقيق جداً. بعد ما مضى 100 سنة على تطور علم الأجنة تبين أن الذي يحدد نوع الجنين ذكر لما أنسى ليست البويضة بس الحوين فقط. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كل ما بتقرأ آية بتلاقي نهاية ما توصل العلم إليه بآية واحدة. فيا أيها الإخوة، هذا القرآن كلام الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو لو أمضينا كل حياتنا في فهم آياته. الدكتور الكريم بارك الله به، أنا تأثرت تأثر بالغ بمحاضرته، لأنه هي كلها معاناة لخصت بها الكلمتين. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعاني، ولما ما بيكون الكتاب مسعد لنا جميعا في سؤال كبير كثير. هذا كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. لقطات سريعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، اجتماعيا، نفسيا، سياسيا، ثقافيا، فكريا، عقليا، إلى آخره. الآن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي العبارة مشهورة كثير، تعاد كثيرا. لا خوف عليهم في المستقبل من مفاجآت المستقبل، ولا هم يحزنون على الماضي. الآية الثانية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. اجمع الآيتين، الذي يتبع هدى الله لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من السعادة؟ صدقوا ولا أبالغ، إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. لذلك الشاب وقت المبادئ والقيم، وقت المبادئ والقيم. يعني ملك الغساسنة زار سيدنا عمر وعلن إسلامه ورحب به وانتقل إلى مكة ليطوف بالبيت. أثناء الطواف بدوي ما له منتبه داس طرف رداءه فضربه ضربة ملك لأنه هو هشمت أنفه، شكا إلى عمر استدعى. تصور سيدنا عمر أمام ملك الغساسنة والثاني بالتعبير المعاصر من دهماء الناس، من سوقتهم، من عامتهم. فواحد شاعر صاغ الحوار شعر، قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح لجبلة للملك؟ قال له لست ممن ينكر شيئا،
أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك للملك وتنال ما فعلته كفك. هذا صعق. قال له كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتهج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له جبلا كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أخواننا الكرام، الإسلام شيء عظيم، والله الذي لا إله إلا هو لو أمضيتم شبابكم في فهمه وفي الدعوة إليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك دقق كلمة جهاد إلى بريق. هل تصدق الجهاد أربع أنواع؟ أحد القتال، أول جهاد جهاد النفس والهوى، هذا أصعب جهاد. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الجهاد الثاني الجهاد البنائي، تأخذ شهادة عليا تنفع فيها وطنك أمتك، جهاد بنائي. والثالث جهاد دعوي، قال وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فإذا صح الجهاد النفسي والجهاد البنائي والجهاد الدعوي يمكن أن ننجح في الجهاد القتالي. بارك الله بكم ونفع بكم، وشكرا لهذه المحاضرة، والله قيمة جدا، والله أنا انتفعت منها كثيرا. عفو والله ما تعلم حضرتك، الله يخليك، استغفر الله. كل من حضرتك حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا نصف ساعة، هنفتح الفرصة لبعض الأسئلة. قبل بس سيب الشيخ يجاوب الأسئلة، انت اذا حبيت ترتاح ترتاح، لكن عايز تجيب الأسئلة ولا تروح؟ طيب ماشي خلاص، سؤال سؤال يلا.